بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طلاب ثالثة ثانوي جنرال اكزام 16. جنرال اكزام 16 when I was young، عندما كنت صغيرا. I live in a small flat but now I live in a villa. يبقى هنا بيتكلم عن عادات في الماضي يا سنة تالتة. خلي بالك، وعادات في الماضي يعني ايه؟ used to، am used عايزة to. طب am used هي معها to يا مستر، يبقى هقول لك لازم بعدها ing وده مصدر، يبقى هتاخد ايه؟ used to اللي اعتاد ان في الماضي والعادة بتاعتها انقطعت وانتهت وتوقفت. انما لو خدنا am used to verb ing او حتى جد بيبقى العادة مستمرة. if you a noise or sound you make it quieter، هتخلي الصوت اهدى. طب اهدى يعني ايه؟ raise تعلي، mute اللي هي تكتم الصوت، mute مش heard ولا turn up. is a department of an organization that deals، organization اللي هي منظمة، قسم في منظمة، يتعامل مع finding new employees إيجاد موظفين جدد، and keeping records about them واحتفاظ بسجلات عنهم. ده هيكون اسمه إيه بقى؟ human rights حقوق الإنسان، human races سباقات الإنسان، human resources اللي هو قسم الموارد البشرية، human relations علاقات إنسانية. طبعا دي حفظ كلمات يا شباب. human resources اللي احنا بنسميها HR لاختصارا يعني. زكي used to drive a tin old car. اوعى تنسى بقى او ما تاخدش بالك من الآدي. ليه؟ مهمة جدا. a 10 years ولا a 10 year، ما هو الآدي مش هتاخد جمع اصلا عشان تكون تفاهم يعني. a 10 years ولا 10 year ولا years apostrophe اس الملكية او اس apostrophe، لا هي a 10 year على طول، a 10 year old car. وخلي بالك غالبا المفروض كنت تلاقي ايه اللي هي هايفن، الشرطة الواصلة بين الكلمات بين الاتنين دول، انما هنا نسيها عادي. computers، وخلي بالك من دي، in Japan برضو كومة تانية، are of high quality اللي هي جودة عالية بقى. يبقى الكمبيوترز ايه؟ المصنعة في اليابان، ودي جملة هنا وصفية. طب المصنع يعني ايه؟ تصريف تالت مباشرة يا سنة تالتة. ليه؟ لان الجملة هنا مبني للمجهول، ولما يحذف ضمير الوصل في المبني المجهول بنربط بالتصريف الكام؟ التالت. طب which make اهي؟ يبقى الكمبيوترز التي تصنع. are made اهي؟ يبقى برضو تصنع، و are making برضو كده نفس الحكاية. حذف ضمير الوصل في المجهول، اربط بتصريف تالت في المعلوم، فعل زائد ing اللي هو جراند. 6 بقول لك millions of tourists flock to Rome every year to visit its tourists. tourist ايه بقى؟ offices maps attractions عوامل الجذب السياحية، reasons اسباب. طبعا حفظ كلمات وتعبيرات tourist attractions، وخلي بالكم الكلمة دي. 7 chemical business cut a lot of jobs for local people in the area، اللي هي طبعا التجارة الكيميائية هنا. كود ايه بقى؟ طبعا في جوبس وظائف، اعرف على طول ان في يوفر او يخلق وظائف، كرييت. دي حاجات من الاكسبريشنز ماشية مع بعض على طول كده. the word that often introduces speech، كلمة ذات دي غالبا بتيجي مع الكلام ايه بقى؟ direct ولا indirect؟ بس كما نيجي نقول قال ان، يبقى said that ده في الغير مباشر، يبقى ايه؟ indirect اللي هو reported، مش active معلوم ولا passive مجهول ولا direct مباشر. I have a very important decision to، من غير ما تكمل، هو اصلا كلمة يعمل قرار يعني ايه؟ make a decision، sorry make a decision. طيب وكمان عندك عشان make a decision دي، في قلنا جدول كامل او فيديو كامل عندك على استخدامات ميك في سلسلة كورس الملاحظات اللغوية،
تابعوها سنة ثالثة في كل تجميعة ميك السنة دي. Surgeons operations to help people get better. الطبيب هو اللي بيعمل العملية الجراحية، يبقى الطبيب بيعمل ايه؟ do. لو المريض بتتعمل له العملية بتبقى have او تصرفتها. While I was doing the shopping, I one of my teachers. أثناء ما كنت بتسوق إيه بقى واحد من التيتشرز بتوعي؟ I was meeting ولا am meeting ولا have met ولا met. خلي بالك while ماضي مستمر هتبقى هنا ماضي إيه؟ بسيط اللي هو تقاطع أحداث. 12 All of us were waiting with bated. من غير ما تكمل ده تحفظ تعبيرات الوحدة الأولى. bated إيه؟ بريز يتنفس ولا بريز نسيم عليل ولا بريس اللي هو هنا بلهفة وطبعا ايه منقطع الانفاس زي ما بيقولوا، ولا بريزينج اللي هو التنفس برضو ما تنفعش اصلا هنا. 13 As soon as I got the station I realized. خلي بالك بقى as soon as و got و realized اعرف ان بعدهم ماضي تام. تلات افعال بعرف ان في ايه ماضي تام. لاحظت ان انا القطار فاتني. All not no matter how small will be much appreciated. قول ايه بقى؟ كل مساهمة او اسهام. مساهمة يعني contributions. contributions. 15 the bridge player اللاعب البريطاني مايكل ادمز already 20s in the world. عايز اقول لك الراجل دوت ترتيبه أو تصنيفه أو صنف اللي هو رانكز. رانكز 16 Next Monday I my brother for lunch. We have already booked the restaurant. طالما احنا بالفعل حجزنا يبقى في ترتيبات، والترتيبات مضارع مستمر يا شباب للتعبير عن المستقبل. خل بالكم الحتة الصغيرة دي. هيقول لي طب ما فيش هنا الرانج دي مستر ولا الرانج. هقول لك ما هو طالما حجز ده نوع من الترتيب اصلا وهي خطه شخصيه. ادخل بقى على القطعه، والقطعه دي بتتكلم على ذا فيدرال ريزيرف سيستم اللي هو نظام الحفاظ المالي في الولايات المتحده، واللي هو بيحفظ طبعا السوق المالي، واللي هو بيجمع البنوك الموجوده في الولايات المتحده كلها في نظام مالي موحد باشراف الرئيس ومجلس كمان الايه الكونجرس الامريكي. فده بيقول لك ان هو بيتحكم في الاموال اللي بتضخ وكل العملات، وطبعا الايه العملات المصرفيه والحاله الاقتصاديه والكلام ده كله. دي بقى من القطع اللي انصحكم لازم تقروها، اقروها عشان تعرفوا تحلوها. 17 the expression in addition to بالاضافه الى means معناه ايه بقى؟ ماينس ناقص بلس زائد ديفيجن اللي هي القسمه، multiplication اللي هي برضو معناها الايه القسمة. لا هو معناها بلس اللي هو هنا الايه زائد. The most powerful body of the federal system consists of not members. حسب القطعة نفسها بيقول لك هم بيجمعوا 7 members، 7 اعضاء رئيسيين. Board of governors are by the president. الناس دي كلها ايه بقى بواسطة الرئيس. confirmed ولا appointed يتم تحديدهم بواسطة مين؟ الرئيس. The word oversee is closest in meaning to. كلمة oversee أصلا هنا معناها إيه؟ supervise اللي هو يشرف، بيشرف على الأسواق المالية والمعاملات اللي إيه؟ المالية. 21 Which of the following would be the most appreciable appropriate title عنوان مناسب for this passage. هيكون عنوان مناسب ليها ايه؟ banking الاعمال المصرفية، هنا monetary policies اللي هي السياسات برضو المصرفية، the federal reserve system ودي اول حاجة فيها وتعتبر هي العنوان اصلا، the board of government لا هتكون هي the federal reserve system. Which word in the passage is the same as cooperation؟ الكلمة اللي هي بتسوي cooperation تعاون هي أختها collaboration. cooperation collaboration الاثنين إيه يا شباب بيساوي بعض. 23
can be either coins or bank notes اللي هي تكون عملات او حتى عملات ورقيه اما معدنيه او ورقيه دي اسمها ايه دولارز currency العمله تريجر كنز فاينانس مال لا هتبقى هي currency اللي هي العمله العمله تبقى اما ورقيه اما ايه معدنيه according to the passage the federal reserve system is او ان agency هتكون ايه بقى dependent اللي هي تابعة free مستقلة و unrestrained وبرضو مستقلة يبقى B and C اللي هما الاتنين لأنهم نفس الايه المعنى تعال بقى خش على القطعة الجميلة اللي جنبك دي هنا القطعة دي بتقول لك ان الاباء غالبا بيقلقوا على اولادهم وده بيقول لك شيء كويس ولحسن الحظ ان غالبا برضو بيطلعوا كويسين بيحكي لك على وقع بقى سنة 1982 ان في طفل اتولد في الولايات المتحده برصاصه بوليت ان هيز برين في مخه اللي حصل ان مامته اللي عندها 17 سنه حصلت خناقه عندهم وجات لها رصاصه دخلت جوه بطنها ودخلت في دماغ الطفل والمهم بعد عمليه جراحيه معقده بعد ما اتولد بشهرين كمان ولدوه وحطوه طبعا في المستشفى عنايه مركزه بعدها بشهرين قدروا ان هم يستخرجوا الرصاصه ولحسن الحظ ورغم ان الطبيب المشرف توقع ان هو يموت لانه عاش وبعد كده بقى طفل عادي وكويس جدا 5 the adverb prematurely means معناه اللي هو دي معناها اصلا ايه قبل اوانه او لم ينضج بعد او لم يكبر بعد معناه untimely ولا اللي هو قبل اوانه برضو بالمناسبة او مبكر too early مبكرا جدا too late both A and B طب ما هي A و B نفس المعنى هما معناهم سابق لأوانه أو مبكر جدا قبل أوانه غير ناضج A baby who learns to walk is a الطفل اللي بيتعلم يمشي ده اسمه ايه toddler toddler اللي هو بيحبو أو اللي هو بيحاول بيزحف يعني adult بالغ teenager مراهق student تلميذ هنا بقول لك the boy Daniel was delivered naturally بطريقة طبيعية by surgery بالجراحة by caesarean برضو بالجراحة both B and C يبقى هي دي الإجابة لأن هما الاتنين معناهم بطريقة إيه جراحية غير طبيعية Daniel had the bullet in his brain الرصاصة كانت في مخه his birth ميلاده بقى during أثناء while أثناء after بعد before قبل ده هي قبل ما يتولد أصلا before Though the doctor thought that Daniel was a not case, he operated on him. رغم ان هو افتكر عملية ايه ميؤوس منها hopeless لان هو قال ان هو كده كده ايه هيموت لان طبعا واحد طفل مولود برصاصة في دماغه حاجة مش سهلة يعني. The operation team cut the bullet from the boy's brain. استخرجوا الرصاصة من دماغ الايه الولد. طب يستخدم move يتحرك مس يفقد remove بقى معناها ايه يزيل ودي طبعا الايه الاجابة the baby's state حالة الطفل after birth was بعد ميلاده كانت ايه good nice sad bad كانت حالته سيئة لانه كان دكاترة متوقع ان هو will die what kind of life did Daniel lead ايه الحياة اللي عاشها بعد كده unusual abnormal طب ما هو الاتنين غير عادي normal عادية الدكاترة بيقولوا كده ولا miserable بائسة وتعيسة ترجمة بقى يا شباب من English into Arabic بيقول لك the creation of employment اللي هو خلق التوظيف أو الوظائف by the industries اللي هو الصناعات يعني is an opportunity هي فرصة for workers لعمال to qualify كي يتأهلوا and seek advanced knowledge ويبحثوا طبعا عن الايه المعرفة المتقدمة أو المتطورة يبقى إن خلق التوظيف بالصناعات فرصة للعمال لأن يتأهلوا ويبحثوا عن المعرفة المتطورة هنا إحداث والمعلومات البسيطة وهنا يتدربوا تمام وهنا السعي لتحسين دخلهم يبقى الإجابة الصحيحة هي حرف الألف يا سنة تالتة حرف الإيه الألف 34 Egypt's desert climate limits most vegetation
to the Nile Valley, the Delta, and oases والواحات. يبقى هنا بيقول لك يحدد مناخ مصر المعتدل، بس هنا مش بيقول لك معتدل، بيقول لك ديزرت، المناخ الصحراوي، يبقى دي ما تنفعش. يقيد مناخ مصر الصحراوي معظم الخضرة على وادي النيل والدلتا والواحات، يبقى هنا ده ليميتس اللي هو يحدد ويقيد الخضرة في وادي النيل والدلتا والايه والواحات. طب يحدد مناخ مصر الصحراوي بعض الخضرة؟ لا. طب يقيد مناخ مصر الصحراوي معظم المحاصيل؟ ومش بقول لك كده. يبقى احنا كده الإجابة الصحيحة هي ايه؟ باء، اللي حرف الايه؟ الباء. 35 تابع الترجمة، بيقول لك يهدف برنامج التدريب الجاري في مجال التكنولوجيا أو التكنولوجيا المعلومات إلى تمكين الموظفين من القيام بمهامهم بمستوى أعلى من الكفاءة. تعال هنا بقى على الإنجليش، بيقول لك the ongoing IT training program، يبقى هنا برنامج التدريب اللي هو التكنولوجي أو في مجال تكنولوجيا المعلومات اللي هي IT information technology المستمر أو الجاري. aims at، يهدف إلى enabling staff members اللي هو تمكين أعضاء الفريق العمل أو الموظفين يعني do their duties at a higher efficiency level. ودي كده الإجابة الصح. هنا بقول لك incoming IT training، وهنا بقول لك ID اللي هي الهوية، وهنا بقول لك crew طاقم سفينة أو مركب. يبقى كده الإجابة إيه؟ leader A. 36 إن جعل سيناء آمنة لجميع المواطنين يعتبر إنجازا عظيما للقوات المسلحة وانطلاقة هام في كفاحنا ضد الإرهاب. طبعا هنا بيقول لك making Sinai safe، وسيف هنا صفة، وقلنا make مفعول مصدر أو صفة، ودي حالة من الاثنين. for all citizens لكل المواطنين is a great achievement for the armed forces القوات المسلحة and an important breakthrough وإنجاز أو طفرة in our struggle against terrorism. دي صح. هنا بقول لك safety ما تنفعش، وهنا army forces ما تنفعش، وهنا breakdown. فهنا الإجابة يا شباب هتبقى هي الإجابة الأولى اللي هي leader A. جزء المقال يا شباب 37 which of the following sentence is rightly punctuated، مرقمة ترقيم صحيح. life on the desert island على الجزيرة الصحراوية isn't easy is it، أليس كذلك؟ طب ما هنا سؤال مزايل لازم يكون قبله ايه؟ كوما. يبقى الجملة دي كده ايه؟ ما تنفعش. طب التانية life on the desert island isn't easy، وجاب مسافة وبعدين الكومة وعلامة التعجب، لا ده السؤال مزال آخر question mark، ما تنفعش برضو. life on the desert isn't easy is it، وعامل برضو full stop، يبقى هي الأخيرة على طول، ما عادش باقي ايه غيرها. ولاحظ حاجة بقى، لازم تلاقي قبل السؤال المزيل كومة الفصلة السفلية وبعده question mark. 38 it has become necessary to improve our local products، أصبح من الضروري أن نطور منتجاتنا المحلية in quality and quantity، في الجودة وفي الكمية، يعني في الكم والكيف. This sentence expresses some sort of، الجملة دي بتعبر عن إيه بقى؟ personal opinion رأي شخصي، possibility إمكانية، prohibition منع وحظر وتحريم، obligation إجبار، ودي الإجابة. ليه بقى؟ لأن هو بيقول لك هنا it has become necessary، فدي ضرورة. 39 the verbs be appear seem look and sound are called lexical verbs اللي هي أفعال مرتبطة بكلمات، action verbs اللي هي أفعال الحركة، linking verbs أفعال روابط، reporting verbs أفعال تقرير. يا شباب دي هتبقى اسمها linking verbs، linking verbs. 40 they are the people or animals، الناس او الحيوانات، who take part in اللي بيشاركوا in the action
of a literary work في عمل أدبي. يعني الشخصيات اللي داخل عمل أدبي يا شطار اسمها بلوت، الحبكة الدرامية، ثيم الموضوع، كاركترز الشخصيات، ساسبنس برضو الحبكة أو الإيه الأمر الدرامي. يبقى دي هتبقى إيه؟ كاركترز. طبعا معاكوا سنة تالتة كده خلصنا جنرال إكزام 16.